أطلقت الجماهير الودادية حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب من خلالها بتحكيم نزيه يضمن تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في عصبة الأبطال الإفريقية، ويأمل أنصار الأحمر في الضغط على الاتحاد الإفريقي تجنبا لأي مشاكل تحكيمية من شأنها أن تعصف بحلم ممثل المغرب في مواصلة المشوار الإفريقي. أصدرت كازا إيفنت بلاغا تحذيريا يتعهد باتخاذ إجراءات صارمة في حق كل من حاول استعمال أو تسويق تذاكر مزورة من أجل الدخول إلى مركب محمد الخامس خلال مواجهات الوداد والرجاء، وأكدت أنه سيخضع للإجراءات القانونية المعمول بها للحد من ظاهرة التذاكر المزورة. أنهت وكالة الراحل مؤخرا من رايولا وكيل الأعمال الشهير إجراءات انتقال الدولي المغربي نصير المزراوي إلى بايرن ميونخ الألماني براتب سنوي تبلغ قيمته 8 ملايين يورو في انتظار الإعلان عن الصفقة بشكل نهائي من طرف الفريق البافاري. تمكن ياسين بونو حارس مرمى إشبيليا من تصدر قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق الإسباني، إذ لعب المغربي 28 مباراة في البطولة خاض خلالها 2520 دقيقة من اللعب، ما جعله ضمن الثلاثي الذي يمنح الحياة لإشبيليا كما تتداوله وسائل الإعلام الإسباني. تقدم إيفينغي مدرب نهضة بركان بعثة الفريق البرتغالي التي شدت الرحال اليوم الخميس إلى لومبومباتشي وجهة مازيمبي بالكونغو لرسم ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، وبالرغم من إصابته على مستوى العمود الفقري إلا أن حضوره سوف يمنح دفعة معنوية كبيرة للفريق البرتغالي.